أعظم أمانة عند الإنسان الدين الذي تحمله الإنسان وسيسأل عنه في قبره وسيسأل عنه عند لقاء ربه. وإن من الأمانة يا عباد الله الحديث يكون بين الناس يخص به الرجل الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة. فواجب على من حدث أن يحفظ هذا الحديث وأن لا يشيعه إلا بإذن قائله. ومن صور ذلك في زماننا يا عباد الله ما يكون في هذه الهواتف من مكالمات ومحادثات مكتوبة، فإنها أمانة فلا يجوز نشرها ولا تصويرها وإذاعتها إلا بإذن أصحابها.